حكينا بالحلقة الماضية عن بعض أعراض نقص فيتامين بي 12 مثل التعب وشحوب اللون والصداع ومشاكل الجهاز الهضمي، ورح نكمل باقي الأعراض ومنها صعوبة التركيز والضعف العقلي. كونه النقص في فيتامين بي 12 بيأثر سلباً على الجهاز العصبي المركزي، لذلك بيعاني الأشخاص اللي عندهم مستويات منخفضة أو ناقصة من بي 12 بضبابية، وبيواجهوا صعوبة في التركيز وإكمال المهام. وربطت العديد من الدراسات مستويات بي 12 المنخفضة بتدهور الوظائف العقلية لدى كبار السن. لحسن الحظ إنه بتظهر الدراسات إنه الضعف العقلي المرتبط بمستويات بي 12 المنخفضة ممكن يتحسن من خلال تقديم العلاج لهم بمكملات بي 12. على سبيل المثال، أجريت دراسة عام 2020 على 202 شخص بيعانوا من ضعف عقلي خفيف ومستويات بي 12 منخفضة أو على الحد الأدنى من المستوى الطبيعي، وتم تقديم العلاج لهم بمكمل بي 12. بعد العلاج أفاد 84% من المشاركين بتحسن كبير في الأعراض مثل ضعف التركيز وتراجع الذاكرة والنسيان. ألم والتهاب في الفم واللسان. التهاب اللسان هو مصطلح طبي بيشير للسان ذات لون أحمر ومؤلم، بيحدث بسبب نقص في فيتامين بي 12. الأشخاص اللي بيعانوا من نقص بيظهر التهاب اللسان عندهم جنباً إلى جنب مع التهاب الفم، واللي بتميز بقروح والتهاب في الفم. وعلى الرغم من أنه التهاب اللسان والتهاب الفم شائعين لدى الأشخاص المصابين بفقر الدم المرتبط بنقص فيتامين بي 12، لكن ممكن يكونوا علامة على نقص مبكر في فيتامين بي 12 قبل حدوث فقر الدم، وممكن يكون الالتهاب في اللسان أسباب أخرى، لذلك ضروري نتأكد من الأعراض الأخرى لتقييم الحالة بشكل جيد. تنميل اليدين والقدمين. أفاد العديد من البالغين والأطفال اللي بيعانوا من نقص في فيتامين بي 12 بأنهم بيعانوا من تنمل أو إحساس بالحرقان والوخز بالإبر في مناطق معينة بالجسم مثل اليدين والقدمين. لسوء الحظ تتداخل أعراض نقص فيتامين بي 12 مع الأعراض المتعلقة بالاعتلال العصبي السكري، اللي هو تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع نسبة السكر في الدم، واللي بيسبب أيضاً الألم والخدر في الأطراف. الأشخاص المصابين بداء السكري اللي بتناولوا علاجات الميتفورمين أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين بي 12، لأنه هذا الدواء بيقلل من امتصاص الجسم لفيتامين بي 12. لذلك ممكن تشخيص نقص فيتامين بي 12 خطأ على أنه اعتلال الأعصاب المحيطة لدى مرضى السكري، لذلك بيوصي الأطباء بفحص فيتامين بي 12 بانتظام للأشخاص اللي بتناولوا الميتفورمين. إذا كنت بتعاني من هاي الأعراض أو جزء منها، ضروري تعمل فحص فيتامين بي 12 بالدم، وتابعنا بالحلقة القادمة لنتعرف على أهم الأغذية اللي بتساعد في تحسين مستويات بي 12 والتخلص من هاي الأعراض.